السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ظهر الشات جي بي تي كنت فعلا بقول له يوجد لي عنوان لمقالة او اديني اوت لاين او القدرة الرئيسية للمقالة والحاجات دي كلها. فهو ده اللي موجود في موقع بلوج ان ال بي، يعني ممكن تديله بس ايه كلمة وهو يبدأ يكتب لك العنوان، ممكن يديك الاوت لاين، ممكن يديك الهيد لاين. وليكن مثلا ايجيبت، تمام. وخلينا برضو نقول له انا عايز اوت لاين، تمام. هتلاقي بقى كتب لك المواضيع وكتب لك النقاط الرئيسية والهيدلاين لو انت عايز كل الحاجات دي. مجرد بس بتديله كلمة او جملة وهو يبدأ يديك العناوين، يتكلم بقى عن القدماء المصريين والحاجات دي كلها.